بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الدرس 11 من دروس السيرة النبوية المباركة من كتاب مختصر السيرة النبوية لابن هشام باختصار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقفنا المرة الفاتت في إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وأخوه من الرضاعة من جهتين، رضعا مع بعض في أول مرضعة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثويبة مولاة أبي لهب. ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة، وأيضا رضعا مع بعض في حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله، وأبوه عبد المطلب. الاثنين عبد المطلب وولد عبد الله تزوجا في يوم واحد، وتزوجا ابنتي عم عبد الله، تزوج آمنة بنت وهب، وأبوه تزوج هالة بنت أهيب، وأهيب وهب أخوان، فتزوجا في يوم واحد وولدا، هذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ولد حمزة. فلاحظوا القرابة من كم جهة، من جهة الأمهات، أمهاتهم بنات عم، ومن جهة الآباء فأبو النبي صلى الله عليه وسلم أخو منه، أخو حمزة، فهو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعاش حمزة حياة مليئة بالفروسية، وكان يقال عنه أنهد فتى في مكة، وكان جميلا صاحب شعر وفراسة، ومن شجعان العرب. طيب، قال المصنف: وفي السنة السادسة أسلم حمزة ابن عبد المطلب وعمر، وإسلام كان قريب بعض بيناتهم أيام، قيل 3 أيام فقط. قال ابن إسحاق: يعني ده السبب في إسلام حمزة. قال: مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، يعني جبل الصفا، فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت ما رد عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا. هذه الفتاة كانت مؤمنة، وكان عمر رضي الله عنه يعذبها،
واشتراها أبو بكر الصديق وأعتقها مولاة عبد الله بن جدعان. فكانت بتسمع ما يقول أبو جهل وأقبل حمزة من القنص. القنص يعني بنسميه احنا القنص بتاعنا ده الصيد يعني، كان مشي بيصطاد الأسود متوشحا قوسه، القوس ده بتاع السهام. وكان يسمى أعز قريش، فأخبرته مولاة ابن جدعان بما سمعت من أبي جهل فغضب ودخل المسجد، وأبو جهل جالس في نادي قومه وهم بني مخزوم. طيب حمزة هنا يعني ما كان مسلم في الوقت ده، بل ولا أسلم في الحدث ده، لكن أخذته الحمية لما أراد الله تعالى به من الكرامة. أحيانا أنت الحمية دي بتاخدك وبتبقى لك بخير. فدخل على أبي جهل فقال يا مصفر أسته، والأست هو عجيزة الرجل، ومصفر الأست من الصفير، والصفير هو الصوت، يعني الرجل الذي يخرج أصواتا من أسته أي من عقبه. قال تشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم ضربه بالقوس فشجه، الشج الضرب في الرأس، لما يضربوك في رأسك يسموها شجة، شجة موضحة. فثار رجال من بني مخزوم وثار بنو هاشم، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. طيب قبل كده كم مرت معانا الفائدة في الكلام ده، إنه أبو جهل أيوة ما كان مشكلته إنه غالبه يدافع، ما كان غالبه يدافع، وقومه أكثر من بني هاشم، ولكن أبو جهل يتعامل بذكاء، لأنه لو قام ودافع هيقوموا بنو هاشم كلهم بتعصبوا لحمزة وحيسلم بنو هاشم وحيجيفوا مع الدين كلهم، فهو دايرهم يظلوا كما هم، وهذا من مكر الخبيث أبي جهل. لكن من الوقت ذاك قال فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه، لأن حمزة كان شديد الشكيمة، كان رجل قوي جدا، حتى قال عنه أمية ابن خلف لما أسر عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، فقال له من ذاك الرجل المعلم بريشة النعام في المعركة دمنه؟ قال هذا حمزة. قال فإنه كان يهد الناس هدا، أكثر الذين ماتوا في يوم بدر قتلهم حمزة، ولما أصابه وحشي بيحكي في القصة بتاعته قال فصرت أنظر إليه، فجاءه رجل يسمى ب ابن عبد العزة اسمه سواد ابن عبد العزة، فناداه حمزة أول ما شافه شايل سيفه جاي عليه، قال له تعال يا ابن مقطعة البذور، فهمتوا الكلمة دي؟ أم ختانة يعني، قال له تعال يا ابن مقطعة البذور. قال فضربه ضربة كأنه أخطأه زي الجلاو، بس قال لقيت راسه في الأرض،
لكن الضربة دي مشت كيف ذاته ما معروفة. رضي الله عنه وأرضاه، فعز النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بإسلام حمزة، ثم تبعه عمر، وعمر برضو كان شديد الأذية، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير وأصغر من حمزة، لكن عمر كان شجاعا عظيم الجسم، حتى ذكروا في السير قالوا إذا جلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برز عمر وخالد، يكونوا ظاهرين يعني الناس كلهم مستويين، وعمر وخالد معلوم. كان إذا ركب الفرس خطت رجلاه الأرض، لما يكون راكب على الفرس رجلاه في الأرض، فكان جسمه عظيم وكان قوي ولا يهاب. فإسلامه كان بعد إسلام حمزة. قال المصنف وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر ابن الخطاب أو أبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعمر لما سميت بالفاروق، سبب التسمية دي شنو؟ فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام. وأكان السبب من الأول عمر كان شديد العداوة وكان غليظا وكان فظا، فيوم من الأيام بيحكي هو قال كنت جالسا في مجلس فيه أبو جهل وشيبة، فقال أبو جهل من يقوم إلى هذا الرجل الذي فرغ جمعنا وسفه أحلامنا فيقتله، وله عندي 100 ناقة سوداء و100 ناقة حمراء و1000 أوقية من الفضة. كل المبلغ ده لمنه؟ للزول اللي بيقتل محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بالله الزول ده بذل مال قدر كيف في عداوة الإسلام، مع انه ابو جهل ده بيعرف الحق وعارف الحق، لكن ماله ده ما حيغني عنه حاجة. ربنا قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ده بذل مال قدر ده عشان يحارب الدين، والآن في ناس بيبذلوا أموال كبيرة جدا لحرب الإسلام، أموال طائلة بيبذلوها لحرب الإسلام، لكن ما بيقدروا. شوف كيف يعني هواجت أبي جهل إنقاذ عمر رضي الله تعالى عنه إلى الإسلام بهواجة أبو جهل. قال عمر فحملت سيفي وكنانتي ومضيت، بقى ماشي بيفتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلقيني عبد الله ابن النحام وكان قد أسلم وأخفى إسلامه فرقا من قومه، خايف من أهله داس إسلامه لكنه أسلم، فلقاه في الطريق. قال يا عمر أين تريد؟
قال أريد هذا الذي سفه أحلامنا وعاب ديننا فأقتله. فقال له أتظن يا عمر أن بني هاشم تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمدا؟ لقد غرتك نفسك يا عمر، تقل غشتك نفسك ساي وعجبك روحك، أفلا ترجع؟ قال إلى بيتك وإلى أهلك فتقيم أمرهم. دار يرجعوا لموضوع ثاني. قال له وما الذي حصل؟ قال له اذهب إلى ختنك، يعني المزوج أختك. الختن هو زوج الأخت. قال له اذهب إلى ختنك وابن عمك وإلى أختك فقد أسلما وتابعا محمدا. قال لك أنا أمشي أول حاجة قوم بيتكم، بعدك تعال قول أنا داركت محمد. وأراد بذلك صده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرجع منه بس ده كل موضوع. فرجع عمر إلى بيت أخته، أخته هي فاطمة بنت الخطاب، وزوجها هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، ود عم طوالي، ود عم زوجته طبعا. فلما اقترب من الباب كان عندهم خباب ابن الأرد في البيت، لأنه خباب كان من المستضعفين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم أحد المستضعفين جمعه إلى أهل بيت عشان يحموه من الناس اللي عندهم، لأنه ديل من بني عدي، الاثنين من بني عدي، وديل عندهم حصانة في مكة وهل كتار. فجمع إليهم خباب ابن الأرد، فأول ما اقترب عمر من الباب سمع تلاوة القرآن. خباب كان بيقرأ عليهم القرآن، فطرق عليهم الباب، فأول ما دخل بطش بختنه سعيد بن زيد، ضربوا حتى ألقاه على الأرض. ثم جاءت زوجته لتدافع عنه فلطمها عمر حتى أدماها، وبعد ذلك يعني رق عمر لما شاف الدم على وجه أخته، فقال له إنا قد أسلمنا وتابعنا محمدا فاصنع ما بدا لك. دار تعمل شنو يعني؟ وكان في يدها صحيفة، قال لها اديني الصحيفة دي. قال لها ما هذه الهينمة؟ الهينمة التي أسمعها، يعني هما دي تلاوة بتاعت القرآن وهما عارفة دي شنو، فسماها هينمة كأنها الهمهمة. قالت إنك امرؤ نجس ولا أعطيك القرآن، ما بدك له. قال أغتسل، قالت اغتسل، فذهب واغتسل ثم عاد فأعطته الصحيفة فصار يقرأ فيها الآيات من سورة طه. بعد ما قرأ وكان قارئا قال ما أحسن هذا الكلام، ده كلام جميل. وأول آية قال وقرت في قلبي هي قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فدخل الإيمان في قلب عمر. في الوقت ذاك
لما رق عمر ولان للإسلام خرج خباب كان مختبئا طوالي طلع لأنه ما عنده حماية هو. قال يا عمر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاب له الحديث اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام فبشروا بالحديث طوال عمر مرق من هنا رضي الله عنه والإيمان في قلبه قال أين محمدا خباب قال له هو في بيته في نفر من أصحابه كويس لما مشى طرق عليهم الباب رجل من الصحابة نظر من ثقب الباب أول ما عاين قال هذا عمر فخاف بعض من في الدار خافوا منه رجع وحمزة موجود جوا قال افتحوا له الباب إن أراد خيرا بذلناه له وإن أراد شرا قتلناه بسيفه سيف الشارد ابن قتله به وسبحان الله عمر رضي الله عنه ذكر مقولة حمزة في القصة بتاعته قصة طويلة ما جاب المصنف هنا فاللي فتح له الباب النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا ما من صفة حميدة إلا وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها ديل عندهم شجاعة ما بيلحقوا شجاعته أصلا ولو عندهم قوة ما بيلحقوا قوته عمر رضي الله عنه قال ففتح لي الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخذ بمجامع ثوبي مسكوا من هنا من فوق انت لما انت تبدأ الشكل مش بتبدأ من هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسك عمر من وين من فوق هنا بمجامع ثوبي قال وأنزلني على الأرض لما قعدوا في الأرض قال أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة سمعها أهل الدار الجوة كلهم سمعوها قال فكبروا تكبيرة سمعتها مكة كلها لأنه ده فتح ده الفاروق فأول ما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه أول ما أسلم بلغ العدد 40 رجلا طبعا هو تأخر إسلامه عن السابقين الأولين طوالي قال يا رسول الله فيما الخفية ألسنا على الحق قال بلى قال وهم على الباطل قال بلى قال ففيما نختفي قال فخرجنا واصطففنا صفين على رأس الصف أنا والثاني حمزة قال وطفنا بالبيت مرقوا مشوا طافوا بالبيت قالت قال فأصابت قريش أو قريشا كآبة عظيمة نزل استاء استياء شديد جدا لأنه ديل حمزة وعمر وديل بيقوا سند للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت قريش لقد عز محمد وامتنع قال ابن مسعود والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر أول ما أسلم عمر بيقوا بصلوا وين برا في الكعبة الصلاة كانت جوا وفي الشعب وفي الأودية قال ابن مسعود أيضا ما زلنا أعز منذ أسلم عمر دي عزة لأنه أول حاجة عمر في نفسه كان قويا وقومه من بني عدي ناس كتار جدا ما بتقاتلوا ولذلك عمر قال أول ما أسلمت قال قلت
من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ أكثر ذول بكره النبي منه. ده بيتكلم مع نفسه براه كده. قال فقلت أبو جهل. ده أكثر ذول بكره النبي صلى الله عليه وسلم. ده يمشي يبشره قال. ده بفتش أكثر ذول بكره النبي. عشان يمشي لي في بيته. ها؟ ويقول له أنا أسلمت رأيك شنو؟ داري غيظه مش كده؟ ايوه يا عمرو داري غيظه. قال بس داري اشوف لي اكثر ذول بكره النبي صلى الله عليه وسلم بس بمشي له. قال فقلت ابو جهل. قال فطرقت عليه الباب. طبعا ابو جهل خاله عمر امه من بني مخزوم اخت ابي جهل كويس. ابو جهل في الحساب خاله وخالد بن الوليد برضه خاله. قال فطرقت عليه الباب ففتح الباب قال مرحبا بابن اختي ما جاء بك؟ قال اما علمت اني اسلمت وتابعت محمدا؟ قال فاغلق الباب رد الباب في وشه طوالي قفله بئس قال لي ما جاء بك قفل الباب ودخل فيه ما يقدر يساله. قال فسألت في قريش من أنقل الحديث في قريش؟ أكثر ذول بتاع شمارات في قريش منو؟ أكثر ذول شمار يقول بفك الخبر سريع الكلام ده بالليل. قالوا جميل ابن معمر الجمحي ده شمارات بتاع قريش نمرة واحد. قال فلما أصبحت بعد الفجر قال ذهبت إلى معمر ابن معمر الجمحي جميل. قال فقلت يا جميل أما علمت أني أسلمت؟ قال والله ما استكمل حديثي ما انتظرني ذاته أنا أوريه يعني حيثيات الإسلام وكذا. قال فصار يجر رداءه جري وخم هدومه زي المرأة بتلفح توبة تلبس نصه في الشارع ديك بيكون عندها شمار مسخن معاه ما قادرة تلبس توبة جوا البيت جري. فصار يجر رداءه برا طوالي. قال فصاح في أندية قريش والناس كلهم قاعدين في أنديتهم حول الكعبة قال إن ابن الخطاب قد صبى. وعمر ماشي وراه يقول له كذبت بل أسلمت لأنه الصبا كلمة صبا معناها ارتد. ودي كلمة قال الإنسان اللي ترك الحق ومشى الباطل. قال بل أسلمت. قال هو بنادي وأنا بنادي بوراه. قال فقامت علي قريش كلهم يتلموا يضربوني وأضربهم. هم بيضربون بطل. قال حتى ارتفعت الشمس. بلا شوفوا العافية دي كيف يا اخوانا. سبحان الله رضي الله عن عمر. انت هسه بتقدر تدور لك شكلها من بعد الفجر لحد ما الشمس تحر وما بتفتر؟ ها؟ ربع ساعة بتجيب كسافتك. قال حتى ارتفعت الشمس. شغال بيضربوا فيه ها؟ وهو بيضرب فيهم. قال فجاء رجل وهو العاص ابن وائل السهمي والد عمرو بن العاص ودخل لعمر بن الخطاب. قال ماذا تريدون من الرجل؟ قالوا قد صبى. قال رجل اختار لنفسه ما يشاء. أتظنون أن بني عدي تاركي لكم عمر؟ تقالين أهلوا بخلوكم؟ قال فتفرقوا عنه كلهم خلوا. قال لسه بتكون الشكل مدورة مش؟ كان بني عدي حيدور رياضة. أكان حييجوا أهله بقيفوا معه فتفرقوا. العاص بن وائل السهمي مات مشركا ما أسلم فتفرقوا جميعا عن عمر. طيب ولهذا يا اخواننا لما اسلم حمزه
وأسلم عمر فشى الإسلام في القبائل وانتشر، لأن الناس لقت منعة ولقت عزة. طيب قال: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد أمره ويقوى، ورأوا ما صنع أبو طالب به، طبعا أبو طالب عمه وقف معه، قريش جل أبو طالب، فقالوا له: إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وعاب ديننا، فإما أن تخلي بيننا وبينه. أنت زح منه، نحن نتصرف معه، وإما أن تكفه عنا. فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، هؤلاء سادة قومي جاءوني وكلموني، فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. فشوف النازل دارين شنو، أديهم الشد دارينه. فقال له: إما أن تنتهي عما تقول، أو نحن كمان نستعد للحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الحديث، وإن كان في إسناده كلام ولكن معناه صحيح. قال له: لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك ما أنا فيه، ما أنا بتارك ذلك حتى أهلك دونه. فطوالي قام عم أبو طالب ذكر له الأبيات، قال له: أمشي وابقى في اللي أنت دار تسويه، ها، وأنا بقف معاك. قال له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقرأ بذاك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت، وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الأبيات دي بقت تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. قريش قامت جاته بخطة ثانية، كويس؟ قالوا له، مشوا إليه بعمارة ابن الوليد، والقصة دي كانت قبل ما عمارة يعني يودوه لقصة الحبشة ذكرناها قبل كده قبالة. قام ساووا له عمارة ابن الوليد، فقالوا: يا أبا طالب، هذا أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه وادفع إلينا هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله، فإنما هو رجل برجل. أدوا واحد بدل، قال له: ودل ودخو ده، ها، ينديك بدل عمارة ابن الوليد جميل، ها، ومن بني مخزوم كده، ما في كلام، ولد بولد، أدينا داكنا قتله وشيل ده انت بدل. فقال لهم أبو طالب: بئس ما تسومونني، المساومة بتاعتكم بئيسة، تعطوني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ وده كلام ذو العاقل. وفي رواية قال: هل رأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ تبت الدنيا جنى ما حق، أنا ما بحن له، أنا بحل يا ولدي. فقام قال له، فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل: يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك
المطعم ده مات مشركا برضه، لكن ده ودى عم لأبي طالب، ودى عم طوالي، لأنه المطعم ابن عدي ابن نوفل، كويس؟ ونوفل ده من أخوان منه؟ من أخوان هاشم، تذكروا قلنا هم أربع أخوان، نوفل والمطلب وعبد شمس وهاشم، ده الأربع أخوان. نوفل ده جد منه؟ المطعم ابن عدي ابن نوفل، ده ودى عم أبو طالب طوالي، فقام قال له يا أخي والله ما أردت إلا خذلاني، أنت دار تخذلني بس، وذكر يعني خذلان المطعم ابن عدي في قصيدته الطويلة اللامية، هدينا بعد شوية، قال له أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل، أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنه عبد شمس ونوفل ديل ما باعتباره الأجداد ديل الاثنين خزلوه وحيذكرهم في القصيدة بتاعته ديك وبيعيبهم، لأنه ما وقفوا معاه، ما وقفوا معاه إلا بنو عبد المطلب وبنو هاشم ديل اللي وقفوا معاه، أما جدو عبد شمس ما وقفوا معاه ولا بنو نوفل ما وقفوا معاه. طيب قال وقال أشراف مكة لأبي طالب إما أن تخلي بيننا وبينك فنكفيه، قرينا الكلام ده. طيب بعد ذاك يا أخواننا حصلت حاجة عجيبة جدا، لما لقوا أن أبو طالب ده مصر على حماية النبي صلى الله عليه وسلم وبذل في ذلك ما بذل، ونادى أولاده وحشد أهله ولم يتخلف من بني المطلب إلا أبو لهب بس، ده اللي تخلف، أما بنو المطلب كلهم مسلم وكافر وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال ولما اجتمعوا مؤمنهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم. قريش عملت اجتماع، الاجتماع ده ضم بطون قريش كلها، وطبعا ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها قرابة، كلهم عندهم قرابة معهم، فقاموا اجتمعوا كلهم واتفقوا على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، إما القتل للنبي صلى الله عليه وسلم أو الحصار، فحاصروهم كويس، واتفقوا ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل، وكتبوا في ذلك وثيقة علقوها في جوف الكعبة جوا، قيل الذي كتبها هو منصور ابن عكرمة، وقيل الذي كتبها هو النضر ابن الحارث، وعلى أي واحدة من الروايتين؟ قالوا من كتبها شلت يمينه، اتشل بعد فترة بسيطة جدا، كتبوا الوثيقة وعلقوها في جوف الكعبة، وطبعا عندهم المعلقات، عشان كده بيسموها المعلقات، القصائد المشهورة بتاعتهم دي قصائد معظمة، قصيدة زهير بن أبي سلمة وبتاعت عنترة وغيرها، معلقاتهم على الكعبة دي معظمة جدا عندهم، فالوثيقة دي علقوها في بطن الكعبة جوا وتعاهدوا عليها. طيب وانحاز بنو هاشم إلى شعب أبي طالب، الشعب
ده هو الممر في الجبل، طريق والفجوة في الجبل. فمنطقة زي وادي اسمه شعب أبي طالب بس بيقوا قاعدين فيها، ما بيطلعوا ولا بيتاجروا. ولو جزول من برا قريش بتجارة، ناس قريش بيشتروها منه عشان ناس بنو هاشم ما يشتروها. حتى ذكروا من شدة الحصار انه حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان الوقت ذاك مشرك، لكن حن على عمته، عمته قاعدة جوا خديجة، هما حكيم بن حزام ابن أسد، حكيم بن حزام ابن نوفل، وديك خديجة بنت خويلد ابن نوفل، عمته طوالة، فحن لها فأخذ طعاما وأرسله مع أحد، مع أحد الغلمان، رسله قال له أمشي دخله جوا لخديجة، فرآه أبو جهل. أبو جهل قال له لأفضحنك في مكة كلها، أفضحك إنك أنت بتقيف مع بني المطلب وبني هاشم. قال له إنما هو طعام وارسله إلى عمتي. فمر بهم رجل وهو قيل العاص بن وائل، وقيل هو زمعة ابن الأسود، وقيل هو أبو البختري ابن هشام، وده الصحيح، أبو البختري ابن هشام، وده برضه من بني أسد، وده عنده مواقف كويسة يا أخواننا. الرجل ده عنده مواقف كويسة رغم أنه ما أسلم، هنجي لمواقفه دي قدام. أبو البختري لما لقى أبو جهل قال له مالك؟ إنما هو طعام أرسله إلى عمته، أنت بتمنع ليه؟ فتشاجرا حتى نال كل واحد من الآخر، وفي النهاية حكيم بن حزام قدر يدخل الأكل لعمته، فوصلوا حال صعب جدا. قال حتى كان يسمع أصوات نسائهم يتضاغون، يتضاغون ده صوت الإنسان الجاية، من وراء الشعب من الجوع، واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب فأوثقوهم، وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدل مكانه عشان يحميه ما يصيبه أي أذى. طيب الحصار ده لما اشتد عليهم حصل موقف عظيم. أبو طالب بقى يعني بناشد في قومه وبيستعطف فيهم، وكتب قصيدته، قصيدة طويلة النونية أو اللامية، عنده قصيدة البائية وعنده قصيدة اللامية، مجموعة من القصائد. هذه القصيدة بالذات نالت شهرة عظيمة، وكتب فيها كلاما قل أن يكتب مثله، حتى قال عنها الإمام ابن كثير قال هي أفحل من المعلقات السبع، ولا يمكن أن تصدر إلا ممن نسبت إليه. قصيدة طويلة جدا توسل فيها بحرمات مكة، وذكرهم بمعظماتهم، واستمال فيها بني عمومته، وذم فيها رجالا من قريش، من سادات قريش،
والمهم المصنف هنا جاب منها نماذج الموجودة دي ما هي كاملة، في أبيات مفقودة، وأنا بذكر لكم ما الشيء اللي بتذكره منها، وهي من أجمل قصائد الأدب، ولو حفظها الطالب وترجم ما فيها من المعاني حاز من الأدب العربي شيئا عظيما. بدأ القصيدة قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازل ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل أعوذ برب الناس من كل طائن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر ربة على قدميه حافيا غير ناعل وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذف رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوصائل وحطمه مسمر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل فهل بعد هذا من معاد لعائد وهل من معيد يتقي الله عادل يطاع بنا العدى وودوا لوننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهب ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ضرب مواكل وأبيض يستسغى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد أجرأ سيد وبكره إلى بغضنا وجزأنا لآكل وعثمان لم يربى علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل فإن يلقي أو يمكن الله منهما نكلهما صاعا بصاع مكايل وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجامل يناجي بنا في كل ممس ومصبح فناجئ أبا عمرو بنا ثم خاتل ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا كذا قد رأينا جهرة غير حائل أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول ومر أبو سفيان عني معرضا
كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل أمطعم لم أخذلك في يوم لجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة ولجدل من الخصوم المساجل أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائل جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قص لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عادل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف غيظا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخابل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل لعمري لقد وهمتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلالنا وتركنا في المعاقل فإنكم قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل وصائط كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حلاحل ورهط نفيل شر من وطئ الحصى وألأم حاف من معد وناعل فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل ولو صدقوا صبرا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل وكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الهدى من غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياغل فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حسام مفردا من حمائل أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل رجال كرام غير ميل لما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل فإن تك كعب من لؤي سقيبة فلا بد يوما مرة من تزايل ده ما ذكر منها ابن هشام في السيرة. الحمد لله بالأخوة نشوف من الكلمات الجميلة اللي ذكرها أبو طالب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف بتوعد أهل مكة يقول لهم كذبتم وبيت الله، طبعا دي فيها الحليفة بالبيت والحليفة الصحيحة تكون برب البيت، يقول لهم كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن، الضعن ده يعني نهاجر برا، كذابين قال له لو قلتوا نحن بنخلي لكم مكة ونمرك برا إلا أمركم في بلابلي، البلابل معناها يعني الاضطراب، يعني مكة دي ما بنمرك منها إلا نجوطة، يقول لهم كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، نبزى معناه نغلب ونقهر، ما حنقهر فيه، ولما نطاعن، الطعن ده من قريب، ولما نطاعن ده بالسيوف من قريب دونه ونناضل، النضال ده بيكون بالسهم من بعيد، كلماته دي كلها كلمات معدرة. قال لهم وينهض قوم في الحديد إليكم، يعني أولادنا ديل
من بني المطلب اللي بقاتلوكم بنهضوا في الحديد مدججين، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا. الروايا دي الناقة اللي شايلة الموية، لما تكون شايلة صفائح الموية وتقوم بها الصفائح دي بتعمل شنو؟ تتخجى، بتعمل صوت. ها؟ نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى ذا الضغن الحقود الحاكد علينا يركب ردعه يتمردغ في دمه فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى. يعني الشيء شايفه أنا قدامي ده لو جد وتدارين الحرب لتلتبسن أسيافنا بالأماثل. الأماثل معناها الأسياد، يعني أسيافنا دي بتاكل رقاب الأسياد بتاعنكم. شوف كيف الكلمات دي كلمات معبرة. وبعد ده يقول لهم أنا لما شفت عداوتكم جمعت أهلي، ها، رحطي وإخوتي ومشوا البيت وأمسكت من أثيابه، من أثوابه، من أثواب البيت بالوصائل. دي خطوط حمراء كانت، ها، في الثياب بتكون في البيت. وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما مع مستقبلين رتاجه، الرتاج ده الباب، حيث يقضي حلفه كل نافل. النافل ده زول المتنفل بالحج وبالعمرة. قال لهم نحن واقفين في المشاعر دي، يعني بيعظم المشاعر في نفوس عشان يحترموه ويحترموا حرمة مكة وما يقتلوا زول في مكة. شوف كل الكلمات والتعبيرات الجميلة دي في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعته براها، لأنه لما مات ما مات على التوحيد، مات مشرك. بعد في البخاري جاء العباس عمه أخو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ما أغنيت عن عمك، أغنيت عنه شنو؟ فكان يحوطك ويدافع عنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنه كان في النار، جوا النار، فأخرجته إلى ضحضاح منها له نعلان من نار، يدون علاج بتاعت نار يغلي منهما دماغه. بالله يا اخوانا شوفوا الشعر ده كيف. أسى الناس اللي بيمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بقصايد، والله قصايدهم دي كلها لو لموها ما تلحق ربع قصيدة أبي طالب، من ناحية لغة ورصانة وكلمات عجيبة جدا ما بتلحقها، ولا بتلحق الدفاع والحميمية اللي دافع بها أبو طالب، والكلمات اللطيفة والحنينة والدفاع عنه. يقول لهم أشم من الشم البهاليلي. الأشم ده مرفوع الأنف، والبهاليل ده الأولاد الملوك. قال لهم ولدنا ده نخرت مرفوع وعزيز أعز من أولاد الملوك. أشم من الشم البهاليلي ينتمي إلى حومة، ينتمي في حومة المجد فاضلي. شوف المدح ده كيف. إذا قاسه الحكام عند التفاضل قال لهم إتوا ما جيتوا وكت تتحاكموا دارين ترفعوا الحجر، هل رفعوا لكم منه؟ حليم رشيد عاقل عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. إتوا قال لهم كانت لميتوا عليه إله ما غافل عنكم. شوف الكلمات دي كيف. برا توحيد ما بتنجح، كل هذه ما بتنجح. خلي ديل الواحد مسوي له قصيدتين الابيات بتاع ذاته ما تعرفه ده بيت شعر ولا بيت عزابه، وبعد يقول لك والله نحن والله مدحنا النبي وخلاص ما عندنا اي حاجه ثانيه، بس نقوم كده يوم القيامه نخش الجنه. بالله شوف ده كلامه كيف. شوف الكلمات دي. ابن كثير قال ولا يمكن ان تنسب هذه القصيده الا الى قائلها، من رصانه الابيات وقوه هذا الشعر. عشان كده النتيجة دائما البصلانة، والله كله ما اقرا القصة دي، والقصيدة دي قريتها كثير خلاص، كله ما اقراها والله، بس النتيجة اللي بطلع بها التوحيد ده ما فيه مجاملة، مجاملة ما في. يا اخوانا شوفوا شوفوا الكلام ده كيف. ها؟ شوفوا الكلام ده، بس بالله اقرا من طرف. قال لهم الناس اللي بيدافعوا عنه قال لهم بكفيفة مثل الشهاب سميدع. أولادي ده قال لهم أنا جهزتهم
يدينهم دي بكفيفة مثل الشهاب سميدع، السميدع الشجاع وزي الشهاب قال له بيطير. أخي ثقة حامل حقيقة باسلي شهورا وأياما وحولا مجرما، ده قال لهم كله نحن شنو؟ ما همينا حرب شهور وأيام وحولا مجرما، ده كله ما همينا. يا أخي في قصيدة تانية اسمها البائية قال لهم أليس أبونا هاشم قد شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا. والله الحرب دي لتابانه، ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما إن ينوب من الكرب ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار لب الكمات من الرعب. الكمات ده الفارس المدجج، قال له يوم الفارس المدجج ذاك بجر نحن أهل الحفائض والنهى، نحن ما بنجر بعد ده كله في النار. ها رايك شنو؟ انت بتمدح مدحك زي ده؟ ولا قدمت دفاع قدور ده؟ قدم شنو؟ سبحان الله. فقالت قصة أبو طالب ده عبرة، والله عبرة لأي زول إنه ما تجامل في التوحيد ولا تلعب فيه. طيب بعد ذاك يا أخواننا بعد ما قال هذه القصيدة أبو طالب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر، قال له الوثيقة اللي ركبوها في بطن الكعبة إن الله قد أخبرني أن الأرض أكلت الوثيقة وتركت اسم الله فقط، كلها قال له ربنا رسلها الأرض فلاحستها كملتها كلها بس خلت فيها اسم الله ومسحت كل الغدر والخيانة. فأبو طالب طوالي طلع من جوا من الحصار وذهب مشى لقريش في وفد من بني عبد المطلب. أول ما جو طبعا الوثيقة نصت على إنه واحد من اثنين يتسلمون محمد يتقعدوا في الحصار جوا. أول ما طلعوا جوهم في وفد قالوا خلاص قريش فرحت على أساس إنه حيسلموه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو طالب ائتوا بالوثيقة لعله أن يكون بيننا كلام، جيبوها قال لهم وثيقتكم دي نشوفها. وهو ما داير يكلمهم بالحاصل قبل ما شنو؟ قبل ما يشوفها محتمل يجي السوى. قال لهم قال إن ابن أخي أخبرني ولقد صدقني، ما بكذبه أول ما أخذتها قدامهم أن الله أرسل إليها الأرض فلحست ما فيها من الغدر والخيانة وأبقت اسم الله وافتحوها. فلما فتحوها وجدوا الكلام كما كان زي ما هو، فرجعوا إلى أسوأ ما هم عليه. بدي أشوف الناس زي العجيبين كيف قالوا هذا من سحر ابن أخيك. يا ناس وثيقتكم قاعدة جوا جوا الكعبة وجات الأرض اللي حسيتها كلها وخلت اسم الله، طيب تقول لي ده من سحر ابن أخيك؟ وعادوا إلى عداوة أسوأ. فقام مجموعة في نقض الوثيقة من كفار قريش ذاتهم، قام رجل اسمه هشام ابن عمرو كان مشرك الوقت ذاك وأسلم فيما بعد، ذكرهم هنا أربعة المصنف، وزهير ابن أبي أمية المخزومي. فاضل لنا كم من الصلاة؟ خمس دقائق. طيب وزهير ابن أبي أمية المخزومي وأبو البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود والمطعم ابن عدي. الأربعة ديل عندهم قرابات مع النبي صلى الله عليه وسلم شديدة. أما الأول هشام ابن عمرو من بني عامر ابن لؤي، ده أمه عاتكة بنت عبد المطلب، ده عمة النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟
هشام بن عمرو، وده اسلم عام الفتح، لكن الوقت ده ما مسلم. مشى لزهير ابن ابي اميه، وزهير ابن ابي اميه لا عفوا صحيح صحيح ايوه، زهير ابن ابي اميه دا اخو هند بنت ابي اميه اللي هي ام سلمه، وامهم بره بنت عبد المطلب. يعني زهير ده وهشام بيبقوا لبعض شنو؟ انتوا مركزين؟ هشام امه عاتكه بنت عبد المطلب، وزهير ابن ابي اميه امه بره بنت عبد المطلب، بيبقوا لبعض شنو؟ اولاد خالات. ديل الاثنين اولاد خالات. كويس. مشوا لابو البختري ابن هشام، وده ده اللي كان حصل الموقف معاه مع حكيم بن حزام، وده عمته خديجة، خديجة عمته، وهو من بني أسد. كويس. وزمعة ابن الأسود الأسدي برضو من بني أسد، بيقرب لخديجة أيضا. والمطعم ابن عدي، وده باعتباره عم للنبي صلى الله عليه وسلم، ديل كلهم عندهم قرابة. حتى أبو البختري ده النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له يعني وقفته دي، لمن جاء في بدر كان هو مع أسار المشركين، ومشى له واحد من الأنصار اللي هو اسمه المجذر ابن زياد، المجذر ابن زياد مشى له دار يأسره، دار ياسر ابو البختري بن هشام اسمه العاص، اصلا اسمه العاص. فلما جاء دار ياسره قام قال له الصحابي الانصاري ده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من قتلك، قال ما تقتلوا ابو البختري بن هشام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وفاء منه وحفظ له الموقف بتاعه ده. كويس. فقال لهم لو لقيتوه ما تقتلوا، لانه وقف موقف مع النبي عليه الصلاه والسلام وان كان مشركا. فدي اخواننا من اخلاق النبوه، يحفظ العهد ويوفي بالعهد. فده لكن ابو البختري ده معه صاحبه، قام قال للانصاري قال له انا وصاحبي ولا براي؟ قال له النبي قال براك، بس صاحبك ده بقتله. قال له اما انت؟ قال انا ما بسالك. ابو البختري قال له ما دام كده ما يمشي يتكلموا نسوان مكة يقولوا أنا آثرت الحياة وخليت صاحبي، لا تقتلنا الاثنين، يا خلينا الاثنين. فقام بدا به وقتله في الأول طوالي. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ما كنت أقتله، لكن قال له وقف قدامي وقدام ذاك، قال لي ما بتقتل لي، لا تقتلنا أنا في الأول، قال له قتلته طوالي. فديل هشام وزهير وأبو البختري وزمعة والمطعم ابن عدي قاموا طوالي في الوثيقه بتاعتهم، قالوا لهم هذه الوثيقه غدر وخيانه، ونرى ان تمزق وتفتح المجال الى بني هاشم يعيش الناس. فقام بالمقترح واحد منهم، بعد شويه اثناء الحوار الثاني يقول نعم انا اوافق على ذلك، وده يقول نعم انا اوافق على ذلك. فابو جهل بقى يتلفت قال لهم ان هذا امر دبر بليل، قال لهم انتم مدبريننا. فوافقت قريش على ذلك وسمحوا لبني هاشم وخرجوا من الشعب وعايشوا الناس. نقف عند هذا الحد ونواصل من موضعنا ده إن شاء الله المرة الجاية.